بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص ميكانيكا الكم وما يحدث داخل النفق الكمي، عندنا الآن الكتلة والنابض ماس أند سبرينج، نريد الحديث عنها مرة أخرى. عندنا هذا هو النابض زومبرك، طبعا كمان ماس كتلة فورس القوة إلى الأعلى. طبعا أنا أعتذر، كنت أرجو أن أكتبها بالعربية، أعتذر. ماس معنى كتلة، فورس معناها قوة، واي هو الإحداثي الصادي في اللغة العربية، أي ما نقصد به المسافة في هذه الحالة. قلنا بأن المعادلة F تساوي سالب KY، وقلنا بأن السالب لأنها قوة عكسية في المرة الماضية. في حال كان الاتجاه إلى أسفل، فإن هناك دائما قوة تسحب الجسم إلى أعلى. في حال كان الاتجاه إلى أعلى، هناك دائما قوة تسحبه إلى أسفل، هي سالب K، أو ما يسمى برقم الموجة. واي مضروبة في المسافة، في المسافة في هذه الحالة. وقلنا أيضا، ونعرف أيضا من الفيزياء الكلاسيكية، بأن القوة هي عبارة عن الكتلة مضروبة بالتسارع. ونعرف أن التسارع هو عبارة عن المشتقة الثانية للمسافة بالنسبة للزمن، أي أن m دي سكوير واي على دي تي سكوير هو سالب كي واي، كلاهما له نفس المعنى في هذه الحالة. أرجو أن تكون واضحة لكم هذه الفكرة من موضوع التفاضل والتكامل، التفسير الفيزيائي للمشتقة. إذا هذا الطرف، إذا نقسم كده الطرفين على m على m، فتصبح دي سكوير الواي على دي تي سكوير يساوي سالب كي على ام واي. كي على ام هي اوميجا، عبارة عن اوميجا سكويرد. ممكن أتذكر أن جذر التربيع للأوميجا هو عبارة عن جذر التربيع للأوميجا عبارة عن كي على إم. أرجو أن تكون واضحة لك هذه الفكرة. أوميجا سكوير هي عبارة عن كي على إم، عفوا. إذا أوميجا عبارة عن كي على إم. إذا يجوز لنا أن نأخذها كتكامل الطاقة مسافة. ده يكون عندي هناك علو V potential بالنسبة إلى Z، هي عبارة عن التكامل من صفر إلى Z سالب F dz. المسافة تتغير، القوة تبقى ثابتة، القوة تتعامل مع القوة لأنها ثابت. ومنه يجوز لنا هنا أن نضع بدلا من ال F هي kz، بدلا من ال F نضعها kz في هذه الحالة، هي نفسها كي زي دي زي. أجري عملية التكامل بالنسبة إلى زي، إذا الكي ثابت يخرج إلى الخارج، تصبح زي سكويرت على 2، إذا فتصبح عندي هاف كي زي تربيع. إذا هذا تكامل الفي زي، هذا هو الفي زي الطاقة في هذه النقطة. إذا تصبح عندي، إذا الزي هنا وضعنا الزي بدل الواي كما نحب نستخدم في ميكانيكا الكم بدل الواي، المفروض زي دائما هو الرمز الخاص في المسافة عند ميكانيكا الكم. ويصبح عندي الآن الموجة تبادلية على شكل جيبي، ويصبح شكلها بهذا الشكل كما ترى عزيزي الطالب. تصبح هذا شكلها شكل موجة جيبية أو جيبية أو جيبية، تمام، بهذا الشكل. يصبح شكلها عندما نتركه دائما. أرجو أن تكون قد اتضحت لك الفكرة عزيزي الطالب. نكمل الدرس. وبما أنها تحوي تربيع، فإذا هي عبارة عن قطع مكافئ، بارابولا، قطع مكافئ. طبعا قيمة هذا القطع المكافئ بخصوص الطاقة تكون هي الموجودة داخل النفق، يعني كانت تحدث عن النفق الموجود فيه مستويات الطاقة، قيمة القطع المكافئ طبعا لأن يعني وجود التربيع هنا. إذا تأخذ هذا الشكل، قيمة قطع مكافئ تأخذ بهذه الصورة. ويمكن لنا أيضا من خلال عملية التعويض كتابة تبادل واحد على اثنين كي زي تربيع، يمكن لنا كتابتها واحد على اثنين ام أوميجا تربيع.
إنه كما يعني أرجو أن تكون يعني سهل عليك أنت اشتقاق هذا الطالب. ضربت الإم، الإم تضع إم أوميجا تربيع يساوي كي، بدل الكي تضع إم أوميجا تربيع زي التربيع. أرجو أن تكون سهل عليك اشتقاقها في هذه الصورة. مرة أخرى، هذا هو شكل البوتنشال إنرجي أو الطاقة الوضع الموجودة داخل النفق الكمي. نضع تلك الطاقة في معادلة شرودنجر، هي هاف ام اوميجا سكوير زي سكوير، ويصبح عندك سالب اتش بار تربيع على 2 ام دي تربيع ساي على دي زي تربيع زائد هاف ام اوميجا تربيع زي تربيع ساي يساوي اي ساي. هنا طبعا هنا يصبح عندنا ايضا التعويض ساي، تصير كساي هنا، كساي تشبه العين باللغة العربية، يساوي الجذر التربيعي. طبعا هذا للتبسيط على أنفسنا، الجذر التربيعي للإم أوميجا على إتش بار تربيع داخل الجذر، وبالخارج مضاع المسافة زي. وبهذه الصورة يصح لك عزيز الطالب هنا أن تعوضها في المعادلة. يمكن لنا كتابة معادلة شرودنجر بهذه الصورة، هاف دل تربيع الساي على دل كساي كساي تربيع ناقص كساي تربيع على 2 كساي يساوي اي سالب اي على اتش بار اوميجا كساي ساي عفوا. طبعا انا هنا ساترك لك التعويض في المعادلة والحل لها ساترك لك، ساتكلم عنه لاحقا بحول الله. طبعا صعب أن أحل هذه المعادلة، أو يمكن أن أحلها لكن بطريقة قد تكون صعبة ومؤثرة جدا. أنا هنا سأفترض حلول، سأفترض حلها على أن نحلها في لاحقا، يعني في الدروس القادمة سنكون متمكنين من حل هذه المعادلة باستخدام طرق أجمل وأبسط من الطريقة التحليلية التي نتبعها أولا حتى نفهم الموضوع. يعني تتوافق ساي مع إكسبوننت سالب كساي تربيع على 2 بهذا الشكل، لها هذا الشكل. هي يمكن لنا أن نفرض إذا بعد هذا الشكل، نفرض بأنه هنا بما أنها تتناسب، يعني ممكن نستبدله بأمبليتود بسعة ونعوض هنا ونضربها بمعادلة أخرى اتش ان كساي، هي تكون التي نبحث عنها، أو هي تكون يعني مخزن السؤال. هذه المعادلة هي تكون مخزن السؤال من هذه المعادلة من خلال استخدام بعض طرق الحل. قد تكون سهل علي أو قد تكون أبسط علي معرفة حلها هذه المعادلة على المدى القصير، يعني أسرع من لو حللتها بطريقة التحليل التبعها الآن، إذا كانت تتناسب طبعا كما كلنا نعرف H أوميجا على 2 تتناسب مع H أوميجا على 2 في هذه الحالة الطاقة. فأصبح عندي شكل الحل بهذا الشكل، ويرمز له بالمعادلة الهرميتية H هرميتشا أو المعادلة الهرميتية هرميت سوليوشنز. تصبح لنا أود أن أوضح به هنا دل تربيع ال H كساي على دل كساي إكسي تربيع ناقص إنكسي دي هرميتشا إنكسي على دي إكسي زائد 2. هذا هو ما يهم عندي الآن، 2 إي على اتش بار الاوميجا ناقص 1 في الهرميتيان كسي يساوي 0. معادلة هرميتية في هذه الصورة تكون، هذا ما يسميه بالمعادلة الهرميتية هنا. وهذه معادلة صحيحة فقط، يعني هذا الترصيح فقط، إذا كانت 2 اي على الاتش بار على الاتش اوميجا اتش بار اوميجا ناقص 1 يساوي 2 ان يساوي 2 ان فقط، تكون هذه المعادلة ذات قيمة إذا كانت عندي بهذه الصورة، إذا كانت عندي بهذه الصورة. والإن هنا يجوز أن تبدأ من الصفر، من الصفر 1 2 تكون مضاعف صحيح 0 1 2 3، لا يجوز أن تكون نص ربع 3 و5، لا يجوز بتاتا. إذن يصبح شكلها لو زائد 1 على الطرف، ويصبح 2 إن زائد 1
2 ان زائد 1 طقس الضرب اتش بار اتش بار المقسمت على 2 كل الاطراف يصبح عندك هذا بهذه الصورة. يجوز لك كتابتها بهذه الصورة، 2 زائد 1 في اتش بار اوميجا على اي ان. لاحظ هنا لو كانت الان تساوي صفر فهذا لا يعني انه لو موجود عندنا مستوى الطاقة للطاقة، لا لو كان صفر فانه تكون سيكون عندي نص اتش بار اوميجا ستكون عندي. اذا لا يوجد عندنا مستوى الطاقة الصفري، ولا يوجد عندنا الطاقة تساوي صفر. اذا كان هذا الفيديو عن تكمله لما يحدث داخل النفق الكمومي، استخدام المعادلة معادلة شرودنجر خلال بعض الفرضيات وتعويضها جبريا. شكرا لكم أحبتي، لا تبخلوا أي عمل الشير واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.